كفاني عذاب الله يجازيك ما فعل جرحت الضمير وما طرى لك تداويني I will eat you. يلعن شكلك ما هربت ثانيك ما تخاف قال لك اني انا خاف من الجن امشي مش رجال بلا جن ترى يقول لك اللي خاف من الجن يطلع له يا رجال تطلع لي كبير الجن كامله والله ما يا اخي ديري هالسياس يا رجال امشي مش مالك دامك ما انت مصدقني بالله طارق انا اخرج يا اخي موتني يا اخي حتى بيجي يوم الناس انا عاد ارتاح اسمعني انا شقيه واذا اجى واحد يقول له انا ما انا موجود هاك انك يا قيد يلا هاقيد والده كان سمعت ان ابوي علمك السواقه اشرب ما كنت ابوي علمك السواقه الله يا اخي يا اخي الدهه يا اخي دولي صراحه يا اخي الهل 10 ريال انت هذا اللي منك لا والله سرقنا احترزم احترزم في حالة من نشال داخل عالسوق مرة عنده مشروع احتيال بس تغير الفكرة عامل حاله مطوب ما فيه يعمل ولا شيء مسكيني اقطع القلوب يا دوب بيقدر يمشي نشال 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 عشان تجي انت تسوق العيال في الاستراحه اليوم مجمعين وفالينها نباك تودينا اقول استراحه ما في الله يخليك المرتب تراك ما دشتوني كل شوي يودي يودي نامشي انا اصدقائي اخواتي قالوا قدام استراحه الا انت عيب تودينا الاستراحه سواق عندك وقت اختر عيب تودينا خلاص وش هالبوري اللي افتح النفس انا اول ما سمعت البوري قلبي انشرح انا لي 15 لا طويله ولا قصيره في بنشر قريب من هنا ما خلتني اكمل يا عسل انا 15 سنه خبره بنشر اروح لك كفر يا اخي الله جوال بيطلع يا والله حتى انا هلا 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 ه
سم اخذت الغلط من الدولاب عندي. ايوه ايوه اشهر حوال طلعت بخير وبيها سلامه عصاك معواده طيبين والله اني ناوي ذا الاسبوع او الاسبوع الجاي ازرع عندكم. حياك الله لا تفوتك اجواء الديره يصير صبح حيس يسلمون عليك ما شاء الله. السلام عليكم كل عام وانتم بخير. انت طارق؟ ايوه وصلت. ممكن توقع لي هنا؟ صاروخ تحدات شبكها ثواني اختي ما شفت الجوال هنا الجوال طيب لو سمحت بدقين عليه اوكي صبر خمس صبر اقول لك اجاني انا بروحه قبل اقول لك حبت فيه شبح له شبح له الك الك اجاب ريحه طالع له طالع له اوي اخباركم فيانكم يوم ندور لكم فيانكم لكم اسبوع احفر وراكم فيانكم فيانكم ادق عليك وانت ارسل لك كولمي وانت كولمي ادق حتى والله فعلت بعشره كله لعيونكم اقسم بالله كم جوالاتكم يا جهله بالله اعطوني رقمكم وانت بالله اعطني رقمك كم الساعه والله كانها 48 دقيقه 40 دقيقه ايه أشكر 40 دقيقة والله حنان سمعت ما قلت له 40 دقيقة 40 دقيقة يا حمام أقول لك أشياء إيه بلعب مع الشبكة يا أخي سجل عندك إيه مشوك برج إيفل اثنين إيه واثنين كمل أيوة كمل كمل يا من فين أنت؟ أقسم بالله من بيش؟ بيش بشطالة بالحشرة لا من فين أنت أنا من غيبة الله ما قدرت بالله حقه الله ما قدرت بالله لعنة أم السماجة الحمد لله اني ما قلت لهم اني من الطوع من الطوع من القصع ماله عسى جايزاني ياوة محمد بن شعفان طلق له وهي مرتها ياوة طلقها شفت البيت اللي على طرف الوادي ايه اللي ورا بيت جدك بنت احمد ري شل الوادي صحيح اطلع المنطقة يا شباب اطلع المنطقة جبازل سنة مش فجأة ما هو غدابك الحيس ياتي نفس جاتك نفس ايه طارق ايه 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 جبت لك احلى برتقالة سيدي جوك على البرتقالة يا شيخ طيب استقبل بوسة يا شيخ الو مطعم بيتزا ايوه مطعم بيتزا ابغى واحد بيتزا خضار بس واحد ايوه توص 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 ابغى العجينه سميك ابغى البيتزا على شكل مثلث حلو ابغى الطماطم تجيني على اطراف البيتزا حلو ابغى الزيتون يجيني على شكل دايره وسط البيتزا ابغى الجبن يتمطط معي كثر جبن يبداك السناب وش قلة الحياة هذه بك السناب وكل السنابك بعدين وش ذي قلة الحياة ها
I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. يا عمر قال يا قلبي لا ما تسهر وشفت شي في طريقك وعجبك شله شغل شغل يا ليل ام القطعه الشارع ده فاضي ما حد يجي هنا اجل مالك الا الخطه رقم 2 هذه تبغى تستاهل من الجامعة وهذا تبغى تثبت أخوك ما شاء الله دي اللي تبغى تستاهل ايش عندك تبي تطلعي؟ عندي موعد في المستشفى هذه ورقة الموعد لازم أطلع ضروري وش يثبت لي إن أخوك هو اللي برا؟ كم تاريخ ميلاد أخوك؟ 1412 إيش اسم جدك السابع قبل الميلاد؟ وش كانت آخر إنجازاتها؟ والله من مرة فتشت الجواز الواتساب سليم الذكري سليم بس في صورة لا إله إلا الله أتق الله في نفسك يا طالب من هذا؟ هل هو عشيقك؟ عباد الجواز من هو عباد الجواز؟ مغني لا إله إلا الله أتسمعين الغناء؟ سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي وسط الرمال سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر سيارتي تمشي وسط الرمال